السلام عليكم. ان شاء الله النهارده هعمل لكم طاجن. طاجن ايه؟ طاجن طاجن كوارع. يعني هعمل كوارع وفي شوربه كوارع وطاجن كوارع، لان الشوربه هعمل بيها فيديو تاني للفته. مقادير معايا بسيطه وسهله وجميله ان شاء الله. ادي كوارع اهي، الحجم اللي انتوا عايزينه والكميه اللي انتوا عايزينها. عندي معلقتين خل، ملح وفلفل وورق لورا وحبهان وبصلتين وطماطمايه وقرن فلفل اخضر احمر زي ما انت عايزه، ومعلقتين صلصه طماطم ورستو. اول حاجه ان شاء الله انا حاطه دي، هي دي اسمها ايه؟ حله ميه على النار اهي، هحط فيها البصلتين. ادي اول حاجه. اول ما تغلي ان شاء الله هروح مسقطه فيها الكوارع على طول. الميه بتغلي اهي، احط الكوارع على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. انا مش عارفه افصلها من بعض، هي هتفصل ايه لوحدها. اسيبها تغلي، اول ما تعمل ليه مع الوش اشيله على طول بالمعلقه، بحيث تبقى الشوربه صافيه وما فيهاش اي حاجه. قلت بقى ان انت تحطيها في ميه وبعد كده تصفيها من الميه وبعد كده تحطي ميه نظيفه. لا طبعا، كده الكوارع مش هيبقى ليها طعم ولا شكل ولا اي ملامح. وهقولكم في الاخر يبقى شكلها في ايه، ولما اجي اشيل الرين برده هوريكم شكلها. خلاص انا بلم الوش اهو زي ما انتم شايفين، يعني لميه اول باول بحيث ما يبقاش في حاجه في الشوربه، تبقى زي الفل كده. وادي الحبهان وادي ورق اللورة اهو وشوية فلفل اسود. واقفل على كده بقى لحد ما تستوي خالص. لما تدخل في السوا اروح حاطة الملح. بصوا الكوارع اهي دخلت في السوا، سيبها شويه كمان عشان تكون مستويه قوي. بصوا الشوربه بتاعتها ما شاء الله زي الفل اهي، وفكت من بعضها زي ما قلت لكم. نص ساعه بالظبط واشيلها عشان احطها في الفرن في الطاجن. خلاص الكوارع استوت اهي، احط لها معلقه ملح اهو. تمام، انا طبعا حطيت الفلفل والحاجات التانيه قبل ما احط الكوارع. خلاص هطفي عليها دلوقتي وحضر لها بقى الخلطه بتاعتها اللي هي الفلفل والطماطم عشان احطها في الطاجن في الفرن. دلوقتي خلاص الكوارع جهزت زي ما وريتها لكم. جهز بقى الخلطه بتاعتها، نقطه زيت بسيطه خالص اهي. تمام، حط عليها فص ثوم حمر اهو، اروح حاطه الفلفل، قرنين فلفل اهو، وعايزه فلفل حراق ما يضرش اهو. لفه بسيطه بس مع الثوم كده، حوالي معلقه خل اهو، حاجه بسيطه، ونص طماطمايه ومعلقه صلصه. ممكن تستغني عنها وتحطي طماطم كفايه. زي ما قلت لكم يا جماعه، الاكل قبل ما يكون وصفه في حاجه اسمها تعود. ناس متعودة على وصفة معينة وطريقة معينة. حط لها طبعا ملح وفلفل. دي طلعت الكوارع وحطها فيها اهو في الصلصة اللي انا عملتها. تاخد تقليبة بسيطة وحطها في قلب الطاجن. طبعا الشوربة انا هخليها عشان هعمل لكم بيها فتة. تقليبه بس بسيطه خالص كده اهو، واروح حطها جوه الطاجن بالراحه وانتوا بتحطوها علشان ما تطرطش عليكم. اروح مدخلاها الفرن تحت الشوايه حوالي 10 دقايق بس اهي. الكوارع طلعتها من الفرن اهي، شايفينها؟ ممكن يا جماعه تحطوا فيها حمص طبيخ لو عايزين برضو. تمام، بصوا بقى الصوص بتاعها ده حاجه وهم بصراحه، يعني وهم. ان شاء الله تجربوها بالطريقه دي هتعجبكم باذن الله. خلاص يا جماعه الكوارع اهي زي ما قلت لكم، ممكن تاكلوها مستوى وممكن تاكلوها في طاجن. اعملوها بالطريقه اللي تريحكم،
وان شاء الله الطريقه دي هتعجبكم، وجميله جميله جميله، وان شاء الله تجربوها وتعجبكم.